قال موقع المصدر أونلاين إن الريال اليمني سجل تحسناً جزئياً في سوق الصرافة المحلية متأثراً بالتصريحات غير الرسمية المتداولة عن منحة سعودية إضافة لتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني. مصادر مصرفية قالت للموقع أن سعر صرف الريال اليمني شهد تحسناً حيث بلغ سعر الدولار الواحد 1300 و1200 ريال يمني لعمليتي البيع والشراء في أسواق الصرافة بمأرب. وفقا للموقع فقد سجل الريال تحسنا أيضا في سوق الصرافة بعدن وشبوة وحضرموت حيث بلغ سعر الدولار ما بين 1233 و1250 في عملية البيع والشراء مع تفاوت نسبي من منطقة إلى أخرى ومن شركة صرافة إلى أخرى.